دي كانت مشاهد من فيلم المخرج خالد عبد الله خالد. ده فيلم تسجيلي عنوانه سبع ساعات. سبع ساعات هيبقى الفيلم بيسجل لقطات من سبع ساعات مهمة في تاريخ الثورة. يلا ارحل يا بشار من ميدان التحرير، مش من سوريا، مش من حمص، مش من دمشق. انضمت الثورة المصرية إلى الثوار في ميدان التحرير. وقف شاب على منصة التحرير، شاب سوري وقاد الهتافات وعلى كتافه العلم السوري. خلينا نشوف هذا الفيديو والهتاف على الطريقة المصرية لسقوط الظلم والاستبداد. ابراهيم تم اغتياله وقتله بابشع الصور، تم نحره نحرا. السبب انه ابراهيم كان قائد المعتصمين، وكانت الناس تهتف وراه في مدينه حماه. حماه في الاسبوع الماضي خرجت فيها اكثر من نصف مليون متظاهر. فبس عنا زميلي هون حيحاول بس يعني ينقل لكم صوره بسيطه من الهتاف السوري. يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يا بشار مانك منا فوق ماهر، وارحل عنا وانشر عيتك ساقط عنا. يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يا بشار فوق ماهر وارحل عنا وانشر عيتك ساقط عنا. ويلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يلا ارحل يا بشار، يا ماهر ويا جبان ويا عميل الامريكان، الشعب السوري ما بينهانوا. يلا ارحل يا بشار. برضو الحاجة لما بتبقى على أرض مصر لها طعم تاني رغم أن الهتاف على الطريقة السورية. مجلس نقابة الصحفيين قرر إجراء انتخابات نقابة الصحفيين يوم 14 أكتوبر المقبل، والإعادة هتكون هيتم إعلان أسماء المرشحين وكشوف الناخبين في 22 من الشهر نفسه. فتح باب الترشح هيكون يوم 17. أعلن صديقنا وزميلنا العزيز ضياء رشوان ترشحه. ضياء رشوان احنا عارفين في الانتخابات الأخيرة خاض معركة عنيفة ودخل إعادة مع الكاتب الكبير الأستاذ مكرم محمد أحمد، عمل أداء مشرف. دم جديد هو هيدخل النقابة، ضياء فرصه عالية جدا. لسه ما نعرفش مين من الأسماء من الزملاء. هتكون معركة شريفة تناسب المرحلة اللي احنا فيها. النشطة منى سيف على تويتر داعية لمسيرة في شوارع وسط البلد يوم 6 من ميدان التحرير عند عمر مكرم، رافع شعار لا للمحاكمات العس 6:30 مش 6، طيب لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين. المسيرة بينظم لها العديد من النشطاء المعروفين. طيب نروح ل أسوان. في مشكلة في أسوان، مشكلة كبيرة قد تبدو البعض سهلة، لكن انتوا عارفين زراعة القصب في أسوان يعني ايه. زراعة القصب في أسوان وإنا يعني دخل، يعني حياة. احنا بنتكلم عن 4000 فدان مهددة للهلاك، ممكن تفنى الفدادين دي. السكر بتاعها بيروح لمصنع سكر كومومبو، يعني يبقى عندنا أزمة في السكر كمان. وتصدقوا ايه الأزمة؟ الأزمة في طرمبة مية، ومحدش عارف يحلها، وبقالهم أيام وأسابيع بيصرخوا يا جماعة أرضنا العطشانة، القصب هيموت، يا جماعة حسوا بينا، يا جماعة ده طرمبة، يا جماعة احنا في أزمة، يا جماعة هنلاقيها منين ولا منين؟ خلونا نسمع الحكاية من السيدة عفاف، واحدة من المتضررات مما يحدث. مساء الخير يا فندم.
اهلا سنور. اهلا بيكي. ممكن تشرح لنا ايه الازمه بالظبط؟ احنا المزارعين يعني خريف، هي خريف تعتبر 4000 فدان مزروعه. نعم. اغلبها بسب يعني السكر، تمام، وبنوردها للمصنع. عندنا مشكله دائما هي في الصيف الميه، قله الميه. دلوقتي البابور تعطل بتاع الميه، وعدت الوجبه علينا زياده عن 15 يوم، فالمحصول بتاعنا هيتلف، هينقص النص. رحتوا لمين؟ مين هيعوضنا عن الثلاث زيات؟ وكل ما نروح للري يقولوا لا في عطل، ليه ما يبداش في بديل حاجه تنقذ المزارعين لما يكون في عطل زي كده؟ رحتوا لمين؟ والله احنا رحنا ري طويسه، قالوا في عطل. اتصلت بالمحافظه، قالوا برضه في عطل عندنا. دلوقتي عدى على ميعاد القصب زياده عن 15 يوم على الوجبه. 4000 فدان يعني اكيد عايش عليهم اكتر من 20000 فرد، يعني لو حسبنا الاسره فيها خمسه بس، والصعيد وانتم عارفين بيحب الانجاب الكتير. خليكي معايا مدام عفاف، احنا معانا على التليفون من الناحيه الثانيه الاستاذ عادل عطيه، رئيس الاداره المركزيه للمحطات والطلمبات بمصر العليا. مساء الخير يا استاذ عادل. اهلا، مساء الخير يا فندم. اهلا بيك استاذ عادل. هل بلغك او وصلكوا هذه الازمه؟ حضرتك مسؤول عن مصر العليا، يعني عن قنا واسوان والمنطقه دي، هل وصلكوا شكوى اهالينا في اسوان عن تعطل طلمبه الميه او ماكينه الميه؟ خير بيه، احنا المصلحه الميكانيكا والكهرباء مختصه بجميع محطات الطلمبات اللي بترفع الميه من النيل الى الاراضي الزراعيه. المشكله ليست في المحطات، المحطات عندنا محل الشكوى هي محطات الطويسة، بلانة، قسطل، خريط العليا، خريط السفلى. هو ده اسمه المشروع خريط. تمام. المشروع ده جميع المحطات شغالة بكامل كفاءتها، ولو في أي أعطال بتنشأ زي النهارده صباحا مثلا كابل من كابلات الكهرباء نتيجه لارتفاع حراره الجو بمحافظه اسوان، حصل فيه عطل داخل محطه الطويسه، توقف المشروع لمده ساعتين فقط، وبالتالي اشتغل المشروع وجميع المحطات. امال ايه المشكله في محطه بلانه يا استاذ عادل؟ نعم، ما احنا معانا الحاجة وناس كتير كلمونا من اسوان، دي محطة منطقة بلانة. نعم. وحضرتك قلت لي انها من ضمن المناطق، ايه المشكلة اللي هناك؟ أيوة. ما فيش أي مشكلة يا أستاذ خيري، المحطة بلانة عبارة عن 6 وحدات بيشتغل منهم 5، واحدة ستاند باي. الستاند باي فيها مشكلة وعوضناها بوحدات طوارئ خارج محطة الطرمبات. سمعنا يا حاج عفاف؟ وبالتالي محطة انا سمع، انا قصبي اتحرز، ما فيش غير واحده شغاله عندنا ومش راس على الميه للاراضي بتاعتنا، وخاصه 3 الوسطى. لا يا فندم هذا الكلام مش مظبوط، معلش ما مفهوم. طب هي هتكذب ليه يا استاذ عادل؟ يعني ايه مصلحتها وهي صاحبه مصلحه؟ يا استاذ خيري لو في اي اعطال في المحطات ما بتتدرج، احنا غير مسؤولين عن توزيع المية، احنا بس نطلع المية في الترعة، والري المدني هو اللي بيوزع الاراضي والمية على كل زمام من الاراضي. حاج عفاف انتوا مشكلة عندكم في توزيع المية؟ غالة بكامل كمان. حاج عفاف عبارة عن مكانات رفع، لما مكانات الرفع ما ترفعش المية احنا ما بنسقيش، وخاصة في الصيف. يعني المشكلة عندك في توزيع المية ولا الماكينات نفسها ما بترفعش المية؟ لا دلوقتي في عطل، قالوا كابل ضرب، والنتيجة عن كده لينا 15 يوم ما زقناش أراضينا كلنا. 15 يوم ال 20 ال 4000 فدان ما تروش؟ لا مش كل، مثل أغلب ال 4000 فدان في ناس رفعت المية بالمكن، إحنا بعيد عن المكن، هنرفع أراضينا إزاي؟ إحنا مالناش طريق غير ري الراحة. استاذ عادل هو ممكن حد يروح يبص ويتاكد ويعمل معاينه على ارض الواقع ويبقى يعني الرد منطقي؟ ايوه استاذ خيري، المحطات الطلمبات دي موجوده داخل محافظه اسوان، والكل مطلع على هذه المحطات.
أنا مش ممكن هقول كلام وأداري إنه في عطل في محطة من هذه المحطات، وبعدين كل المحطات معمول لها خطة لإحلال وتجديد هذه المحطات، ورغم هذا بتعمل 24 ساعة يوميا طول السنة. فعند توقف أي وحدة من الوحدات لعطل من الأعطال، طيب تفسر بإيه بس أستاذ عادل؟ نفسر بإيه يعني ناس بتشتكي وبتقول ما عندناش مية؟ يعني ده إيه؟ يعني ده بيخبوا ولا بياخدوا المية يعملوا بها حاجة تانية ولا إيه؟ أنا ما بوزعش المية أستاذ خيري. يعني المشكلة في التوزيع؟ عليها أن ترفع المياه في القنوات الرئيسية فقط، أنا ما بوزعش أراضي، ما بوزعش مياه على الأراضي. بس هما ما بيقولوش إن في مشكلة في التوزيع، في الري المدني بالمحافظة. يعني حضرتك بتحيل، احنا حاليا ما عندناش اعطال، حضرتك بتحيل المساله الى وزاره الري، بتقول احنا مالناش دعوه ده تبع وزاره الري. لا، ما احنا تبع وزاره الري، مصلحه الميكانيكا والكهرباء فرع من افرع وزاره الري. طيب يعني المساله كل واحد له اقتصاد. طيب استاذ عادل، علشان بس واضح ان احنا هنفضل في جدل، في ارض ما بتوصلهاش ميه نتيجه لعدم التوزيع ولا نتيجه لان الماكينات ما بترفعش، في مشكله تتحل ازاي؟ تتحل ان شاء الله بالاتفاق بين الري وبين المزارعين وبين مصلحه الميكانيكا والكهرباء. ان كان في اي مشكله ممكن تداركها يا استاذ خيري في اسرع وقت. طيب هو في مشكله بالفعل. انا بشكر حضرتك وبشكر مدام عفاف، ارجو ان حضرتك تتابع هذه المشكله يوم السبت ان شاء الله، احنا هنقول لحضراتكم اذا كانت المشكله اتحلت ولا احنا زي ما احنا. مش أغنية نجاة، ده أغنية ما بعد الثورة، يعني ما تغيرناش ولا هنتغير بقى، يعني كل واحد قلبه يأكله كده ويخاف بدل ما الفلاحين يطلعوا عليهم. بعد الفاصل، عم أمين الديب، الرجل الشاعر المبدع الإنسان الطيب بشوش الوجه، ومعانا المطربة الشابة زرعت مصر الجديدة ياسمين محمود.